يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يستطع الإنسان أن يصلح في بلده فهل له أن يخرج ويصدع بالدعوة إلى البلاد الأخرى، وخصوصا أنه تعرض للأذى الكثير في دعوته في بلاده وخاف على نفسه من ذلك؟ إذا خاف على نفسه من ذلك يهاجر ويدعو في بلاد أخرى وينشر الإسلام في بلد أخرى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل إبراهيم عليه السلام، إنه هاجر من أرض بابل إلى أرض الشام، وضع بعض ذريته في الشام في فلسطين، ووضع البعض الآخر في مكة عليه الصلاة والسلام. فالهجرة من دين الأنبياء، فإذا تعذر إقامة الدين في بلد فإنه يذهب إلى بلد آخر ويدعوهم إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن هؤلاء يتركون بلدهم وفيه مسلمون وفيه ناس جهال وفيه، ولا يبينون لهم ولا يعلمونهم ولا يدرسونهم، ويروحون يتجولون في العالم يقولون هذا من الجهاد، هذا سفر الجهاد، هذا ما له أصل هذا. نعم.